مساء الفل يا حمام. يا ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا. مستأنس دائما بشوفتك أحمد وطلتك الرهيبة على الشاشة 30 حلقة منور يا باشا. يا حبيبي يا محمد. وسنين كالعادة ما نقدر نقول شيء أميرة البرنامج مسائك ورد كل عام. وانت بخير يا بخير على كل المتابعين. 30 حلقة كنا معاهم وهذه ليلة العيد وثلاث ليالي العيد إن شاء الله راح نحتفل سواء في هذا العيد الخاص والمختلف عن أي عيد في سنواتنا الماضية. إن شاء الله يا رب يعيدوا علينا يا رب بالخير ودايما كده. ام بي سي شاشة كل العرب مش بس بنعمل عليها مسلسلات وأفلام وبرامج، لا كمان البرامج بتاعتها أو البرنامج بتاعنا تحديدا كسر الدنيا. مكسر الدنيا. مكسر الدنيا فعلا يا جماعة أصداء. يمكن تشوفون أحمد في السوشيال ميديا والله توصلنا رسائل من كل بلدان العالم العربي، مفرحة 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 مرة لنا ومنا لكل فريق البرنامج المجتهد خلف الشاشة. الله يعطيهم ألف عافية يا رب. طبعا لأن بكرة ليلة عيد فأيضا نبي الناس ما تنسى الفيديوهات اللي وصلتنا عن ليلة عن تجهيزات العيد. نبغى يوم العيد تشاركونا أي فيديو عندكم حطوا في هاشتاق البرنامج، نبغى نحس إن كلنا في عيد واحد فنبغى ننبسط مع بعض. طبعاً. عندنا سؤالين قبل العيد سألنا هالمرة، وين تحب تقضي العيد؟ وين ودك؟ وإذا كان عندك ذكرى جميلة لعيد الفطر وش كانت؟ شفنا هذا الفيديو وبعدين نرجع نسأل أحمد وسرين. يلا بينا. أسئلة الحجر اليومية، وين تحب تقضي عيد الفطر؟ أكيد أحب أقضي عيد الفطر مع أمي وأبوي وأفراد العائلة في مدينة الأحساء الجميلة. أحب أقضي في البيت. أحب أقضي في بيت جدتي وصلاها والأصحاب في جدة. أحب أعيد بشي جزيرة حد البحر يكون سمك مشوي. ما أحب إلا أني أقضي في المدينة المنورة مع الناس اللي نحبهم في الرياض ومع العائلة عند جدتي في جزيرة اسمها سانتوريني جنوب اليونان. شيء لا يقول عليه في البيت. الدنيا زحمة في أي حتة فما بخرجش هو البيت. بإذن الله راح أقضي في البحر. إيش أجمل ذكرى عندك في عيد الفطر؟ لما أروح أصلي صلاة العيد وأشوف الأطفال يوزعوا الحلويات على الناس وعلى المصلين. العيدية طبعاً جوال مع عيدية من عند الوالد. أول يوم في العيد لما نتلم أنا وأخواتي وأخواني عند أمي. أحلى ذكرى صارتني إنه بابا فاجأني بتذكرة سفر. العيدية في سنة من السنين صدف عيد ميلادي في عيد الفطر فكانت أجمل ذكرى لي. ولادة بنت أختي رهف فصرنا بنحتفل فيه في أول يوم العيد. لما كنا نضارب أنا أخواني مين يجمع عيديات أكثر. هو عيد الفطر نفسه أحلى ذكرى في الدنيا. سوينا بالعيديات. ترى أنا وأحمد سنين نقبل عيديات عادي. طبعا عادي جدا. ترى العيدية يا جماعة من الواجبات الاجتماعية. إن شاء الله ريال، إن شاء الله دولار، إن شاء الله ليرة، إن شاء الله أي درهم، أي عملة. صح. لا تبخلون بالعيديات، وزعوها وزعوها. وصحي شوي يوجع القلب إن في أشياء كثير ما نروح نقدر نسويها في العيد، لكن ما يهم. يوم العيد يوم فرح. اثنين واحد ثلاثة عشرة مهما كان عددكم في البيت، مهما كانت الجمعات جديدة، راح نفرح راح نحتفل ونكون إن شاء الله وياكم بكرة. مبسوطين أنا وأحمد السيرين وسهرة سهرة خاصة خاصة ثلاث أيام مستمرة. عندي لكم لقاء خاص. أحد البرامج اللي نجحت السنة هذه مسلسل أوريم سوى نجاح رهيب جدا. مسلسل كوميدي سعودي بشخصيات شابة وممثلين شباب نجحوا نجاح رائع خلال شهر رمضان. إن شاء الله مجهزين وياهم لقاء في الفقرات القادمة. أحمد سيرين انبسطوا اسعدوا الناس في ليلة العيد كالعادة. وانت لا قبلت اللقاء. محمد انا عايز اقول لك انت كمان كل سنه وانت طيب، وعايز اقول لاهلي كلهم كل سنه وانتم طيبين. انا يمكن ده اول عيد ما بقاش موجود مع اهلي في مصر، بس كل سنه وانتم طيبين ويا رب يبارك لي في امي ويخليكم كلكم. امين. بس دي حاجه كده على السريع. امين يا رب. نلتقي على خير ان شاء الله.